نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية يوما ترفيهيا لمتطوعي حياة كريمة بالمحافظة داخل نادي سيتي كلاب طنطا. وتضمن اليوم الترفيهي العديد من الأنشطة والفعاليات لمتطوعي حياة كريمة بالغربية، من بينها توزيع الهدايا على المواطنين، إلى جانب عمل لقاءات مع الشباب والمواطنين لتعريفهم بحياة كريمة وأعمال تطوير الريف المصري. النهاردة عندنا يوم ترفيهي مميز من أيام حياة كريمة بالتنسيق مع نادي سيتي كلاب بالغربية. عندنا النهاردة المتطوعين مؤسسة حياة كريمة متواجدين. عندنا النهاردة في أنشطة ترفيهية كتيرة جدا، وعندنا هدايا ورسمة على الوشوش لأطفالنا. ومش بس كده، احنا آخر اليوم احنا معانا حفلة غنائية وموسيقية بمشاركة كافة المشاهير. النهاردة يوم ترفيهي، جينا مع حياة كريمة جدا لحياة كريمة. على مدار السنة بننزل نوعي الناس في الكرة مع حياة كريمة. شكرا لحياة كريمة. بشكر حياة كريمة جدا على اليوم الترفيهي النهاردة. عشنا أجواء حلوة وكان في لعب أطفال وشفنا الابتسامة على وجوه الناس الموجودة هنا. أنا بشكر حياة كريمة على اليوم الترفيهي ده، وحقيقي كلنا مبسوطين، وإن شاء الله اليوم يكون حلو بيهم إن شاء الله ويبقوا مبسوطين، وإن شاء الله في فعاليات تانية كتير